السلام عليكم، وش احوالكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم ابي اتكلم وياكم وانشروا هذه الرساله على بقد ما تقدرون انشروها، وهذه بالذات حق الامهات والابهات. الله يسلمكم، انا هني في مشهد شغلتي اودي مستشفيات، فقبل فتره يعني واحد قال لي ابي اودي بنتي حق انه نعالج عيونها، حق انه هي عيونها ضعيفه ما تشوف في المدرسة عدل. فقلت له ما يخالف، رحت يا حق الدكتور زين، وأنا قاعد على الكراسي هو كل حين يقول لي هذه بس ميودة الآيباد أو اللابتوب أو ميودة التلفون على طول، يا مسلسلات يا تلعب في الألعاب، ومن هذا الحكي يعني يسولف لي عنها أنه ضعفت عيونها من هذا الشيء. فلما دخلنا على الدكتور، أول ما فحص عليها الدكتور قاعد يطالع فيه، رد قال لي روح سيد خلها تسوي أشعة حق العيون. زين، سوينا أشعة حق العيون، ردينا رجعنا كل حين يولع في عيونها ليت ويطالع فيها، رد قال لي روح سوي أشعة ثانية يا سيد. رحت سويت أشعة ثانية. انزين، دخلت عنده قاعد يواسمه يطالع فيها، اللي يقول لي سيد تكلم وياه ترجم إليه إن ترى بنتك خسرت عيون. لا، قال لي ترجم إليه. قلت له أنت تعرف تتكلم عربي وتعرف تتكلم إنجليزي؟ لي يقول لي لا، أنا بقول لك وأنت قولي لي، أنا ما أقدر أقول له. قلت له إنزين قول. لي يقول لي، يقول إليه بنتك خسرت عيونها ما تشوف، والسبب إنه ميودة التلفون على طول. هذه بنت عمرها 9 سنوات، يعني تخيلوا 9 سنوات ياهله خسرت عيونها والسبب التلفون. احنا قاعدين نعطي اهالنا مرض، نعطيهم شيء يضرهم اكثر مما ينفعهم، فالله يرحم والديكم. هذا لما تكلمت يا الدكتور قال بالذات بالذات بالليل، بالليل اخذوا التلفونات من عندهم وانشروا، الله يرحم والديكم، الى كل اللي يعز عليكم.